الحل. ديابولو وي جو الناس عزوز تلمشي الضيف. شد صب الفيشات هذوما في الاورديناتور وبعد صبهم لي في الكلي يو اس بي نتاعي. سمعني يا اخي كيفاش الفيشات هذوما مش صبوا في البورتكلي نتاعك؟ سي بورتكلي يا اخي دراندا ما راتكش الخدمه قبل ما تخرج في كونجي. اي وراتني اما انا نسيت خالتك تصعب عليك حاجه نسالك انت. تعرف انت لو كان نخطاك انا لما تحكي الفاشكه يا سيدي صب كل فيشه في الفيشي نتاع الفيشات باهي هكا. سمعني ما فهمتش ليش تعود لي. انت يظهر لي يلزمك قمع وهكا نصب لك فيه فيشي يمشي ديريكت لتاسك مخك فماش ما تولي تفهم. ما سيدي خويا ما عرفت انا فيشي. انت فيشي وفاريس يا سيدي بن سيدي صبك الفيشات هذوك في الاورديناتور ومن بعد تو نقول لك كيفاش تصبهم في الكلي اي اس بي. باهي اما كيفاش تصبهم في الاورديناتور؟ تعاود تنقلهم في الفيشي. والكلي هذاك نتاع اساس السي بي يا ولدي ابدا بالمرحله الاولى ومن بعد تو نقول لك اش تعمل. الو دلندا؟ شكون؟ شكيب؟ عسلامة سي شكيب. لا لا حاجتي بدلندا. نعم؟ قاعدة تعوم؟ باهي لا لا جوست حبيت ننشدها كيفاش يصبوا في شيء على كلي يو اس بي. اي باهي دقيقة برك. وي 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 لا سي شكيب هذه نعرفها هذه. لا انا حبيت نثبت برا تطلعش عنا موت باس كاو. باهي باهي يعيشك في الامان سي شكيب في الامان. بشبوش يا اقوى ماتريكس ولا فرمطين؟ باجي خويا ما قوي انت في الصبه جيت ورينيك باش تصب الفيشات في الاورديناتور شو اللي ما فهمتوش؟ ما تقربني سمعت انت؟ اما بشبوش اش عملت لك؟ هاك اخويا صحيتك ما تعاونيش؟ لا انا شفت من المشاكل اللي هبط عليا من تلاك. علاه بابا كيفاش؟ تبدا امان بشبوش دبر عليا انا ندبر عليك اش تعمل وانت تمشي تعمل العكس بتاعه باش ترسي في الاخر. اش ترسي؟ انت تشد سيادتك بالعمله بتاعك وهذا يصير 99% كل مره اش تعمل؟ توحلها في راسي انا. امان بشبوش سبق الخير المرة هذه. اوه خاصة كي تقولي سبق الخير سبقت الخير برشا مرات وليت منعوت بصبع في البلاص. باجي مش لازم تعرف تعاوني ولا ما تعاونيش والله لو كان تصير مشكلة لما نوحل في راسك هكذا. علاش بابا متشمت فيا؟ ايه هكاك تجيني انا خفيفة اش يقول هما يقولوا مش منه ما كل عتبة. حسيلو زايد مع الطفلة. وي دلندا صبا يعيشك. اي 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 طلبتك. حتى لو قلت زاد ما بيناتناش موت باس. وي ميرسي في الامان يعيشك. اسمع صحة بحبيح. الو تعال سي اسبوع اش حاجتك؟ نعم امي باهي عدي هالي عدي هالي. امي عالسلامة مو لاباس؟ ها دجاجة؟ اي يا بنتي خذيتها من السوبر مارشي دجاجة. ما تحبش الفرارج تاع الماكينة؟ يا امي مش يا اي مش خاطر بلاستيفي را باهي يلا باهي باهي داكوردو. يا ربي ليزي مش خفيت ليزي تسعيبة يا مرحبا شو ما تقول لي زاد عندك دالة بالصبة يا خويا يا خويا هالخدامة قداش عندكم تشوكيع هاي الخدمة تقلق هما فماش كليم هما قيتش بلاصة في الباركينج هاو بيرويا ما يعطيش علاك ولا البلفيدير شو
ما زلت الفيشة لولا هي ما ودي حصل خطك خطي شبيه بابا خطي شبيه خطك ما يتفهمش قولش عني خط طبيب علاه ريتني حماس انا ولا بيعت على بلابي قوم 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 كي قوم قوم عطاو صب بمانة وحدي وانت تقولش عليك باش تطلع الغاز شد شد ساعة تعدى المرشي سنترالي نعم صاحبها رقمة شو هرقمة امي وصاتني باش نشري لها دجاجة اما اسمع توصي فيا وتعاود قلت لي ما تاخذوش بك المذبوح الحاضر نحبها دجاجة حية متفاهمين متفاهمين فوالا والله بالحق خطي تقولش عليه خط تعطبي هاي تفضل والله عزوزي دار فيها صارية قبومة انت تعرف كيفاش انت حذر روحك وانا تو الو الو اوه شكلك وارد هذا ليمون شنو يا سمعون عندك ربوخة استدعي صارية معك دوجو ديابولو بعثوا لي انفيتاسيون في الميساج شوشو شنو دوجو هذا شوشو يقلب مخك يا سبوعي يقولوا دي جي تعرف عليه سبعون سهرية سخونة كما هذه مش تعوحك شي اسمع مرت ورا تدخلتي فيها جو وماكلة وخاصة بالعينين سبوعي علاش ما نمشيوش عزاب انا وياك راس راس مش خير اكيك نحفلوه في الذكرى ها سبعون ما قلتليش شكون هو اللي استدعاك مش حتسمع الميساج دي حتى انا ما نعرفوش ما كنا نرجع البيرو عطونا نطبق له ميرسي بالتليفون الخدمه اخوك ما عادش عندي اموال في الشوال ايش قولك التابلو مسطر مليح وحلوه هكا فصل الالوان تابلو الوان خينا قلت لك اعطيني عدد على امتحان البراعه اليدويه بنتي نحكي لك على البيلون تاع الشهر الاولاني شوف ربي زينب تعرفني انا ونحسب الدراير سيدي نسي طيب نهار كامل هو يحسب لي يا مرا اليوم اخر نهار في الشهر وانت ما قلت لي كان 20 مره جوتيب و10 مرات شيغي ها ربي يزيني خي مازلتوا تقولوا لبعضكم جوتيب زينب احنا شعلة الحب مازلت تلهلب في جيشنا راه والجوتيب حدد احنا ايه مرة هبت ريحة قوية على الشعلة متاعنا طفيتها إبا من وقتها ما قام حتى واحد فينا وشعلها ليه احنا عنا الشاليمو بربي زيني من حكايتك هاي نرجع لحساباتنا أذوكم الأهم والأفيد راه شو زينوبة خش بك وليت هكا نسيت أيام الليسي كيفاش كنت بيس اند لوف وشربة أشعار نزار قباني وحافظة غنيت عبد الحليم حافظ الكل بربي خليني يا حسره يا زمان كينك على نزار قباني الله يرحمه مشي على روحه وغنيت عبد الحليم هاكم عزيزتي نواقص في لي بورتابل هما انت يا وحيده البزنس بدلك على ذكر البزنس شفت ماو البيلون 25 مليون ربح في اقل من 3 اشهر باهي باهي وقديش باهي كل وحده منا فوفا هاي قهوتك زيدة سكر كما وصيتني عيشك عز عيشك وانتي اختي زينب تحب نطيب لك قهوة زيدة ليلى ميرسي شرب قهوتي من سبعات حماتي صحة فوفا من وقتاش تشرب في القهوة العربي اشتيت قهوة عربي ما البارح تفرج في بوب في التلفزيون عاملين على قهوة اكسبريس يا اخي اشتيت قهوة عربي ما تقوليش قاعدين يحكيوا راس راس في البيرو وين اش يهمني دخلت في ساعه وخرجت ما سمعت شيء انت ما سمعتش عاد انا نعرفش ربيت عقلك وين اش مدخلني فيكم نانا انتوما الشركه في بعضكم اي سي بلاد عقلي هيا حال برست عمراني صابره تقول لي ماني قلت لك ما عادش تحيط له عمران حوض حيط له عمر ومنه هكا ما عادش تحلف لي بريوسه بيهيل قول برك فهمتني هذا النوبة ايش نقول لك يلزم الكلام الرومانتيك يقعد ديما بيناتكم تعرف انا اكثر حاجه رومانتيك يقولها لي سليمان شنو صباح الخير ضحكونا معاكم
ليه يا جنات الحكايات هذو ما الحق مش جوك. انت قاعدين نقطعوا الريش في رجالنا. فهمت. تقول انت خاطر ما عنديش راجل. يا سامحني الحق ما قصدتش. السماح. اما ما نسامحش لو كنت تاكلوني في بايك. بايك؟ هنا بايك. باي في مربوح الصادر. يا لجنات يخش بيك جيت منرفزة وشوكتك واقفة. شكون اللي باش ياكلك في حقك؟ تي توا بركة كنا نحكيو على المربوح. ها تعرف احنا ربحنا. ما تقول انتي تفتوفة مش دنيا. جي منين تفتوفة فوفة؟ راهم 25 مليون. واش مش من القارون نو بلو. يا تبارك الله يا تبارك الله. ملا كيف الصدر ولا المدخول متاعو به. انا باش نقول لكم على سر. اما تعدوني ما تتغشوش. انا نوعدك ان شاء الله خير. باهي ملا انا راني قعدت باقي نخدم عرافة وهون وبسرق عليكم باش نصور شوية بفلوس. تحكي بجدك؟ تعرفوا انا ما فقتش جملة زيدة. انا تهني من اليوم ما عادش نحط ايدي لا في كارتة ولا في فنجان. ليه تمشيش تبطل؟ ما كانش المرموح نبح. هكا هو هي هي والخدمة واحدة في راسي. الا دلندة تتشخلع تعوم هي وسي شكيب وكمل سي صباحي بطا. وي السلام عليكم. وعليكم السلام. بالله سمحني انا عندي موعد مع الدكتور لبيث. مرحبا عايشه. انت سي حازم؟ وي. عسلامة سيدي. عسلامة. بالله يعيشك سمحني نكمل نصبك الفيشه على الاورديناتور وهني خلط عليك. ها تفضل سيدي تفضل تفضل البيرو. اش قام خلط عليا سيدي؟ عليه يا اخي مش جاي تعدي؟ جاي نعدي. ماشي نعدي عند الطبيب مش عند الكاتب نتاعو. نعم يا سيد لهالدرجه انا عندي هيا نتاع كاتب. بيسير بعد اللي قاعد في البيرو هذاك تكتب وتقبل في المرضى شنجم تكون؟ كيف كاتب؟ لا يا سي حازم انا الدكتور انا البروفيسور سليمان الابيض. ابون جيستومون حتى انا قداش ظهرت نخلوض. انت هيتك لاهي نتاع كاتب ولاهي نتاع دكتور ما تنجم تكون كان جرون بروفيسور. انا راه عندي الكوديره. تري بيان تري تري بيان. تفضل تفضل البيرو انا جايك. ميرسي بروفيسور. نقول له منك نقول له منك اسبوعي ساعه كامله باش تجيب دجاجه. سبعون بيه تكون مات. انا لبيت تحكي ما تشوف فيها دجاجه. ليه خاطر ماكش مستاهل تروح بالدجاجه دار نسيبتك جنات. اتهنى ما فما حتى مين مات. الدجاجه هذه لامي وتعب حيا اللي باش تربيها في الجنه تعب نفسك. تعرف امي تموت على عظم العربيه. انا باش ندبر عليها تاخذ لها صندوق وشويه رانب. يا فرحه اختي زينب. يا سبعون الدجاج عايش خويا راهي ما تتعنقش. تتشد هكا من ساقيها مش ارتاح لك هكا؟ علاش مش هكا؟ علاش عملت لك كيف تطبع على راسها ما يدوه مسكينه. ربي يكمل عليك خويا سواي. عايش وزيدات. خوش. بالله بروفيسور سامحني على كلامي قبيله راه ما نقصدش على نيتي بصراحه. باهي باهي ذكر ما صار حتى شيء. اما منه هكا ماذا بيك ما عادش تحكم العباد بالمظاهر. وي سي فري والله غلطت بروفيسور. قول لي يا اخي ما عندكش كاتب جمله؟ لا 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 سي سي عندي كاتبه. ايه؟ اما في كونجي. في كونجي؟ لا ظاهره مش جاي الكاتبه هذه خلينا نتصرف انا خويا. عندي صاحبي عنده اجونس تاع دي زوتيس حاجه هايله ياسر من البريمه نيميرو 1 نجم يعملوا كاتبات وكل شيء. لا 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 بارك الله فيك. كلم مالك توش. لا يعيشك انا مرتاح للكاتبه نتاعي. انا بيدي خارج في كونجي اخر الجمعه. يا سيدي بلعبك وين على خير؟ فياج؟ نو قلت نعدي ايامات في وتيل انا والعائله. صح عليك الراحه والاستجمام ما كاينش من الراحه. عملت ريزرفاسيون ولا لا؟ ليه عاد مش معقول الحكايه هذه. خلينا نصرف بالله خلينا نصرف يا بروفيسور نقشره. كلم صاحبي توا للرواع دي زوتيل يعمل لك ريميس 50% وشهر الجاي تدفع مش توا. يعيشك بارك الله فيك توا كي قرر نمشي للوتيل توا نكلمك. ايش قولك توا لو كان نبداو؟ قل لي سي حازم ما هو لاباس. انا مانيش لاباس بروفيسور. يا اخي ما عندكش كليماتيزور ولا؟ لا لا سامحني عاد خليني نتصرف في هذيا باش نكلم صاحبي. توا يجيب الكليماتيزور ويبرانشيه ساعتين ويبرد الكابينين. لا 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 بارك الله فيك يا عايش من فضلك. انا الكليماتيزور ما يساعدنيش اما رضني ويحير لي روماتيزم. شنو هي؟ روماتيزم؟ انت عندك روماتيزم ونسكت هكا؟ لا سامحني باش نكلم لك توا اكبر سبيسياليست هذايا اون لا ماتيير
دكتور غول ياسر بالشهر يبداو لي باسيون كنت شادين الصف يقبل التوا. لا 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 بارك الله فيك يعيشك. خلينا نكلموا واش بيك انت من قبيله تبعك فيا مين ويسار يعيشك. خبي عليك البورتابل وخذ نبدا الكونسلتاسيون من فضلك. ايه يا اخي سامحني. وي يا وينك يا سي شباب وينك يا اخي مين مشيت تجيب فيها الدجاجه من صنهاجه؟ لا 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 بحذايا باسيون توا ونعرف عليك خبيها في الفجدار حتى يجي وقت المرواح. بان سيدي وين كنا احنا؟ كنا في صنهاجه. انا كجا في بالي اللي انت حاجتك بدجاجه دورجونس نكلم لك وحيد صحيبي يا خويا محسوبك نسيبي هو عنده مجنى عصريه اكتري مودرن فهمتني؟ قال لك الدجاجه تبيض 5 مرات في النهار نكلمه لك بروفيسور. برجوليه ما تهونش نحصرها في الفريجيدير تموتش هي الكازي نقعد نعلم فيها تعرف كيفاش؟ تدخلني بحثي في الصاله هاي اقعدوني ورايزه رايزه قول لي اسبوعي سال الحكايه مش اشاعه الحكايه هم قالوا لي شافوك تحوص برتسو انت والدجاجه الدجاجه هذيك خذيتها لامي ذولي باش تربيها في الجنين ها يا سيدي يكمل عليكم وسليمان في باله مالا لا شكون بعضي باش نشريها مالا الصبر تاع فوشيكا ناقصة معلومات يا سيدي الناس تبيع مجبوش انا في بالك مجبوش اللي انا الليله مستدعي سهريه وفيها شيخات وفيها جو صح الخويا وبلوشي بلوشي ومش هز معايا عزه هكا اسبوع سهريه وجو وبلوشي فعود تهز اعز اصحابك تهز مرتك زعبة يا بيجي ايه صاحبك ابجل يا اسبوعي والله قال راشد مرته لصاحبي بوجيكا الو عسلامة انا اسبوعي اللي سعدوني ليلة للسهرية حبيت منو نشكركم ومنو نتعرف عليكم كيف قلت لي طاولة بزوز زوز شنو سمع زوز ملاين عليه بابا باش نروح بالطاولة وقرسيها ما حسيش خلي لافيتاسيون عندك يا جبكشي خويا قداش هذه 950 تفضل ما عندك صرف لا ما عنديش 50 تعرف كيفاش هاي كعبة كرونوفيل ب50 هكاك تجي خلاصات هاول يسميون البيعان دوزونا السلام عليكم سلام خويا سامحني تفركس على حاجه وي اللي تو فركس على حد انت ترتيب ولا حاكم لا 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 لي ترتيب ولا ني حاكم انا مواطن عادي تشوف لا خاطر هيئتك تقول اللي هي مواطن عادي ما لبستك ضيع المفيد علاش كنت فركس جوستمون اسكو عندكم واحده تذكروني اسمها جنات خالتي جنات هاي تسكنوني وتوا ولات مالت البلاص جمله هكا تخدم في النصر تا نصر اي في حي النصر عملت مشروع صورت صلي على النبي مالك كيفاش تقولي تسكنوني هاي ما هي ساعات تقعد تبات غادي بحذايا نسابها نسابها ما هي عاتيه بنتها الواحد يقول له اسبوعي وهي عامله مشروع مع مرت خو راجل بنتها تي مش بنتها الحما ودما مربيتها تي تسمى بنتها شو ما نجمش تقول لي هي فين بالضبط؟ ماني قلت لك في حي النصر. ما نجمش تعطيه الادريس. بالضبط ما نعرفش الادريس اما نجم نعطيك راه تعرف الجامعة في حي النصر؟ لا 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 ما نعرفش لا النصر ولا حي النصر ولا الجامعة. غريبة يا اخي كيفاش ما تعرفش حي النصر؟ مالا كوكب هابط. انا كنت عايش في فرنسا. عديت مدة طويلة ما جيتش لتونس. اي تفضل سي حازم. ميرسي دكتور بارك الله فيك. ومرحبا بيك في كل وقت. اتو كي نرجع من الكونجي الكاتبة بتاعي تكلمك على الرونديفو الجاي شكرا دكتور ما نعطلكش بالامان يظهر لي عندك باسيون تستنى فيك شنو هي؟ ها
عندي باسيونت تستنى فيا وني راه فيها الباسيونت والله ماني عارف شنو هذه هذيك الدجاجه الدجاجه خدام لك سيدي خويا صباحي عامل عليا بالعاني جايب لي دجاجه للكابينه نتاعي امان سيدي خويا يا اخي نسيت مش انت اللي بعثت المرجي باش ياخذ لك دجاجه حيه يا ولدي قلنا لك اختارها حيه باش الدجاج يذبح على عينك في من دمك باش تذبح عنك واش ناخذ فيها انا حيه يا ولدي مالا الوجه هذاك انا باش نناسبها هاي توت سويت توت سويت للدجاج قل له يذبحها ويريشها زيدة مالا ناوي توكل انا تحشيشها بريشها باهي هاي جبنتي سيدي خويا مادامني باش نبطه تزيدني طرف فلوس باش نعمل كاس قرود يا ودي قلت لك ريش الدجاجه مش ريشني انا هيا وطول مد الدجاج الحي النصر امي تستنى فيها للفطور قلبي سل ما نجمش اصبر حتى للفطور هكا وربي ما عطاكش الصبر الله غالب ما نجمش نتحرك من غير ما نعمل تحريشه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شو اسبوعي بتي فرار تحاول غمض عينيك وتبعني صور يا اسبوعي يا كدجاجة هذيك خارجة من الفور حمرة تفور وريحة الكليل خارج منها وكالصوص صفرة كيف ذهب داير بيها وكالبطاطا جراير 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 وقرين فلفل حار لاصق في جوانحها زيدني 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 ومن بعد تهبط على العنكوش هذه تنفع هذه الضر هذه تنفع هذه الضر ومن بعد عاد الدور على الجوانح سيدي خويا الجوانح خليهم لك انت حتى لو تحب معاهم الضر ما يسالش انا ما تعرفني نعم كلف غلط ما انا وخي علاه تفزك في فطورك وجاوب اسمع كلامي والله يعطيك العافيه سيدي خويا على خاطر بوسطي كل شيء يقول سيدي خويا انا راني ماشي اما انت ما تنفعش عاد بالفطور عدلي نهار في تقعية العود هاو دولش بالدجاجة هاو العب السوليتير والله يا السوليتير هذا حقهم يمنعوه من اللي زورديناتور في الإدارات والله يا أخي ايش تحبين أعمل لك هاو سبوحي هذا ينسيبها جيبه ربي تهو يعطيك الأدريسة الصحيحة أخويا سبيان أي السلام عليكم وعليكم السلام سبعون تجب تعطي الأدريسة بتاع الصاطر للسيد حاجته بخلتي جنات أكيد ما عارفينش تدينا بدي بقى مرأة تقمير ما أني طالع للنصر كان يخلص التاكسي نوصل باب الصنطر يا كوزان با دو بروبليم هاي وصلني أما سيور جنات غادي تيل غادي بسيور هاي نمشيو أما نصبحوا قبل شنو شكون تتجيزة مسكينة يا جد تعرف ساق لهنيه وساق في الطنجرة كوزان طالي بس قل لي خويا انت ايش حاسب خد الجنات كي نطلع في التاكسي تنقول خويا ميرسي كوزان يو وزيد خلصني باللورو غدوة نمشي البنك زرقون ونصرفها زعما شكون الفرادي سلامة مدام جلال سلامة سلامة لله هاي تفضل مدام مريم سلا فيك في كابين دو شنو خالتي جنات باقي تحسب الفلوس ماك تعرف المال والبنون زينة الحياة الدنيا انا ربي مرزقنيش ببنون قعدوني الفلوس نشهد لك اما اسمع كي تكثر منهم مش باهرة علاه انت ما تحبش الفلوس سي نحبهم الفلوس اما انا ما نحبش نمسهم بيديا غصبا فما لي كارت دو روتري لي كارت دو كريدي ولا شيك تعرف خطي جنيت انا عندي مده ما شديتش حتى كارت ب 10000 يا مسكينه صاحبتي اللي يسمع يقول من الدفا ها سي دوبا صبيت الفلوس في البنك صبيتها ومي تعرف دخلت مبمبي على شيف داجونس وقلت له هذه البدايه ومازال مازال اسمع عاد راهو فرح بيك وعمل لك قدر وعطاك برستيج اللي يظهر لك تعرف شيف داجونس نتاعنا وتصبلوش مليار كل صباح ما تحركلوش حتى شعر لا احنا الحق الشيف داجونس نتاعنا يهبل وقديش يفرح بالكليانات سيغتو سي طيب شو يفطروا مع بعضهم يسافروا مع بعضهم مازال كان مش حلو كوط مع بعضهم حقا فكرتوني شو اش قولكم كان نعطيو بريم العزه
وهنيتو مريم زيدا ردوا بالكم تعلوا هالعبلة ومادام هم راضين بشاريهم واه ما نسنسوهمش بالبريمات لا نوحلوا فيه هو راهو كلام خالتي جنات صحيح هاوينا مثلا كل ما نزيد في شهري البنات اللي يخدموا عندي في الدار يهربوا عليا يا ما على الاقل نزيدوا العزه تحت حسمس هي تقرب لنا ونتاعنا باه اما ما نزيدوهاش برشا الو سبوع يا اخي شبيك لتوا باهي باهي اسمع تسمعني كلمت الراجل اللي استدعاك على الحفله نعم شنو لا 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 مش لازم هذاك اللي مازال وهذاك اللي بقى هي وزر بروحك امي فضيله راهي لتوا ما ركبت لفتو تستنى في الدجاجه اش قالك قريب شي يخلط هاو جاي في السنية والله ساعتني وصيها على قضيه ونندب نمشي راكب فم مقرون على ما يوالي خي حق امي فضيله ما حكيتلكش على الجماعه انا تي اختي زينب ونانا وفوفا اسمع عز عايش بنتي راني ما نحبش نسمع هالداري اما تبدي تكمل اش صار تعرف امي فضيله السونتر ولا دخل في الملايين ربي يتم عليه برشا اي اي ملا نجم الحلو مرمة الاسبوع واه امي فضيله كيفاش مربوح السونتر لمالي ايش مدخلهم في مرمة الاسبوع هاتشبي وماليهم هم لينا دونك نبصلها ونقول لك مدام جنات سافا الامور الحمد لله ربي يدوم علينا هالنعمه تفضل مدام مستر بخي تفضل صحه مدام صحه 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 قديش عندها مكياج وكوافير مكياج وكوافير 50 دينار لله قولي انا شفتك بالفنجان ولا بالكارته شفت لي بالكارته وقلت على برشا حاجات حلوين ملا بالكارتة 30 دينار وزيدو 10,000 متاع الأخبار السعيدة شكراً شكراً بسلامة بسلامة اتهنيو اتهنيو منو هكا الكلنا في بالنا باللي سمعت تعمل فيهم مدام جنات اوف الحمد لله الحمد لله كنت باش تركبني تورتيكولي انا لطف عليك عليه ماني كل ما نشوفها داخله الكابين ندور راسي نعمل روحي ما شفت شيء هيا اوزمو هو راه ما احسنش من الخدمه في جو شفاف هكا وكله ثقه متبادله مبسطها هاي بديت تقول انت نخدموا في جو شفاف تعرف مدام جنات انت والله تستاهل كادو اش قولك كان ميدو وماري متلهاو بيك يعملوا لك مكياج ومشطة وي مدام وي 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 انا ما سمت نحصل كل مره اللي فاتت ابدا انت ليه عاد مدام جنات وقت السنتر مازال روداج راهو وميدو وقتها مازال يتعلم اسمع مين هانم انت سايس عليا مازلت مترسمتش راني جاي عاد مدام جنات كورج بي وكي خرجوني كي الكاراكوز استنى مدام جنات تبعد اسمعني مدام جنات اخر كاركوز جانا لهنا ماكي جنان وخرج فرحان ايا يطبعني تاو مدام جنات ايجا مدام جنات طبعني ايجا تشوف كيفاش ردك مزيان مدام جنات ايجا هوني وين باش تفلت شنو سليمان تشبيك وحدك يا اخي وينو السيد سبوعي بعثتو يذبح يذبح اي ما تقوليش بعثتو يذبح فك الدجاجه اي ياك مغروم باللي جو انت علاش ما قلتليش راني صبيتك العاب في الاورديناتور لا 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 ميرسي يعيش خويا اخا يا اخي بالمزد خارج في كونتي اخر الجمعه بو 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 شكون خالك اللي خارج في كونجي؟ تي يا مرتي مازالك ما علمتهاش. ما هو السيد اللي عدى عندك قبيله تعدى بحذايا خذا افلام وقال لي. ساره. ثرونتو حاجه خشينه برشا، تعرف كلم عليا واحد صاحبه باش يولي نبيع الكانال والتي بي اس بلا دي اس ال. شنو هي هذه؟ ديما هو فما واحد ياخذ الكوارت من خارج بالديفيز ويفرق الشانات بالفلوس هوني بلا دي اس ال. بو 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 بو. فيسع استمتو الترفيكة الذي يسأل يعني سمي فيها ترفيكة وراجم خلصتها بالمام تاعه يودي هاو يفرق فيه بالفلوس يا سليمان ما تعرفش التونسي للتونسي رحمة قول بلوتو الترسكي ولا تبرتو
في الكار في الستاد على الانترنت حتى في الفن كثروا المرسكين. زعبا زينوبا يا بنتي اصبر شوية تتشوف تعرف عندي مود افكار الستونتخ متاعنا. والان مع اجمل جميلات العالم مدام جنيت. يا شنو هذا مدام جنيت محليها مشتك ميمي برافو. ميرسي. المكياج المكياج يقتل مدام جنيت. برافو ميدو بجد. على عينكم. يا نانا هاك وليت محليك على مش ديما هكا وليت محليني. انا ديما محليني اما انت عمرك ما شجعتني باش نعمل سوانات كيما عملت لي مريم. يا جماعه هي وعاد امي فضيله راهي تستنى فينا على الفطور هيك دورتها مقرونه بالعلوش على خاطر اسبوع توا ما يجي حتى انا جعت. فوفا نمشيو نفطروا هاي تتسوي اون بلوس مقرونه امي فضيله ما تتفلتش طبي بور لو ريجيم. نانا هيا عاد شبيك برأت وانا خلت عليكم وانا خلت عليكم. ميدو مريم كنت تحبوا تجوا تفطروا معنا نسيل شراو امي فضيله ما تقول شيء. عايشك ميرسي اما اللي مش مستدعي في نهارو ما يقعدش في دارو ولا ميمي سيسا على كيفكم هيا شيء طيبه. نانا ما تبتاش ميمي شقالك نعمل زوز تسكروتيت. انا جبت فطوري من الدار كنت حبي جافتر معايا. اوه سفغي هيا خدي جنان تقولي محزوب قنبلة يزي يا ولد دحشم راني محسوب تسيبتك. بيبي ايجا ده مش كوني حب عليك ايجا ايجا تجوف هاي تفضل. عسلامة جنات. خلي جنات شبيك يا خلي جنات شوف 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 شوف